بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن الاناتومي اوف ذا ستومك ضمن محاضرة عبارة عن اللي هي الاهداف بتاعتنا، مثلا الاناتومي اوف ذا ليبس والتنج والبالات والساليفري جلاندز والفارينكس والاوروفارينكس والاوسوفيجاس والستومك والسمول انتستين واللارج انتستين والاناتومي اوف ذا ليفر، دي في المحاضرة. طيب النهارده الجزء ده هنتكلم فيه عن الاناتومي اوف ذا ستومك. هنتكلم الاول عن البوزيشن اند سيرفيس اناتومي اوف ذا ستومك. This is the epigastric region. This is the left hypochondrial region. ده المكان بتاع الاستومك. لما نرسمها on surface anatomy, this is the cardiac end of the stomach اللي أنا مشاور عليها. This is the pyloric end. This is the middle line. وده الخط ده اسمه transpyloric plane. This plane is mid clavicular line. This is the midline, transpyloric plane, mid clavicular line. This is the cardiac end of the stomach, which is 1 inch, يعني 2.25 سنتي from the left of the middle line, opposite T11. This is the pyloric end, P, 1 inch to the right of the median plane, located on the transpyloric plane, and L1. طيب فندس كمان فوق نقدر نحدد مكانها على السطح at the fifth left intercostal space at the mid clavicular line. يبقى الكارديك اند، بايلوريك اند، والفندس، ودول قلنا حددنا مكانهم دلوقتي. Cardiac end and T11 will pyloric end opposite L1. هنتكلم بعد كده عن الشيب والديفيجنز، أجزائها، البوردرز اللي هي lesser greater curvature، ده lesser وده greater أهو، الإنس pyloric والcardiac، الانتيريور سيرفيس والposterior surface اللي هو اللي قدامنا ده الانتيريور. وهنتكلم عن البروتونيال كفرنج، وهنتكلم عن الريليشنز، وهنتكلم عن الارتيريال سبلاي، وهنتكلم عن الفينوس درينج والنيرف سبلاي والليمفاتيك درينج. سريعا طبعا عشان نبقى كونسايز نقول البيزك بس. اول حاجه ديفيجنز اوف ذا ستومك، ده الليسر كيرفيتشر ودي الجريتر كيرفتشر. الليسر كيرفتشر فيها نوتش كده صغيرة اسمها انجولار نوتش. لما نعمل خط تخيلي كده هتقسم الاستومك انتو تو بارتس، ده الجريتر او الكاردياك بارت وده البايلوريك بارت. ما يبقى اللي فوق ده نسميه كاردياك بارت. رجعنا قسمنا الكاردياك بارت لجزئين، حاجة اسمها فندس من أول الكارديك نوتش أهو بخط تخيلي لحد الجريتر كيرفيتشر سميناه الفندس، وبعدين الجزء ده تحت الخط التخيلي الهوريزنتال ده سميناه البودي. بعد كده البايلوريك بارت بقى في جزء واسع بقسمها لتلاتة، أول جزء بسميه أهو بخط تخيلي برضو اسمه بايلوريك أنترم، وواضح أهو إنه واسع، وبعد كده ابتدى يتحول لقناة كده ضيقة شوية فسميناها البايلوريك كانال، وبعد كده في كونستريكشن شوية بسميه ايه؟ بايلوريك سفينكتر اللي هو مكان العضلات العاصرة. طيب يبقى أجزائها تاني، دي الاستومك، this is the cardiac notch، this is the lesser curvature، greater curvature. من اللاين from the angular notch to the greater curvature dividing into cardiac part أو cardiac end و pyloric end.
الكاردياك اند ديفايدد باي ذس لاين اللي هو احنا رسمناه ده باسم فندس، سمينا اللي اعلى منه فندس اللي هو القاع، وده البودي، وبعدين بيلو ذس لاين بسمينا الجزء ده البايلوريك بارت، او الجزء سميناه البايلوريك انترم، بايلوريك كانال، بايلوريك سفينكتر اللي هو اللي معمول عليه الخط الاحمر. البريتونيال كفرنجز والكونكشنز، all the stomach is covered by a peritoneum، كلها ما عدا جزء صغير ورا في البوستيريور اسبيكت اوف ذا ستومك. طبعا اللي في الوش ده اللي قدامنا ده الانتيريور سيرفيس كفرد باي بريتونيوم برضو اللي احنا شايفينه. بعد كده الجريتر الليسر كيرفيتشر والجريتر كيرفيتشر اتاتشد تو فولز اوف بريتونيوم، اول فولد من الليسر كيرفيتشر للليفر بسميه ليسر اومنتوم، ده فولد تو لايرز يعني. بعد كده الجريتر كيرفيتشر اتاتشمنت تو ا فولد ما بين الدايفرام وما بين الجريتر كيرفيتشر سميناه جاسترو فرينيك ليجامنت اهو، ده الدايفرام. وبعدين من السبلين لحد الجريتر كيرفيتشر سميناه الجاسترو فرينيك ليجامنت. بعد كده الجريتر كيرفيتشر لتحت بقى الجزء الكبير ده اللي سميناه الجريتر اومنتوم، والكلام ده خدناه قبل كده بتفاصيل قبل كده. يبقى دي البريتونيال فولدز والكونكشنز مع السراوندينج اورجانز. يبقى ليسر اومنتوم، جاستروسفرينيك، جاستروسبلينيك، وجريتر اومنتوم، ده الفولدز. الريليشنز بقى ايه؟ اول حاجه هنشوف ريليشنز او تو ذا جريتر والليسر كيرفيتشر. ايه ريليشنز؟ ريليشن او الليسر كيرفيتشر، اول حاجه وجود الانجولار نوتش اهي، ده اللي بنعرف بيه الليسر كيرفيتشر، وهنا في الكاردياك نوتش تمام. بعد كده في الليسر اومنتوم، طبعا من ضمن الريليشنز المهمه للليسر كيرفيتشر ان هو بيدي الليسر اومنتوم، الكاردياك نوتش بيدي الليجامنتس اللي هي الجاستروفرينيك والجاستروسبلينيك والجريتر اومنتوم. طب الليسر اومنتوم بيمشي ما بين تو، احنا بنقارن في ليفت جاستريك ارتري ده مكانه والرايت جاستريك ارتري، الجريتر كيرفيتشر ريليتد تو ذا ليفت جاسترو ايبيبلويك اللي هو ماشي كده، رايت جاسترو ايبيبلويك ده ماشي ما بين الفولز اوف ذا بروتونيوم الجريتر كيرفيتشر ده مكانه اهو طبعا. والفيسلز كلها مش ارتري ومش ارتري بس، ده فين وارتري ونيرف وكمان ليمف نود. يبقى اللي الليجامنتس دي فيها بين بتوين التو فولز الفيسلز دي اللي هي البلاد سبلاي، وهنقولها تاني على فكره الفيسلز. طيب نشوف بقى الريليشنز اوف ذا سيرفيسز. السيرفيس اللي قدامنا ده على طول this is the anterior surface of the stomach اهو اهو، احنا شايلين جزء بس رافعين الليفر شويه. فيبقى اذا من ضمن الانتيريور سيرفيس كفرد باي بارت اوف ذا ليفر، يبقى ده اول حاجه. والجزء اللي فوق ده كفرد باي ذا فرام اللي هو عامل زي الشمسيه فوق الاستومك. الجزء الانتيريور ده اللي مش كفرد بالريبس ولا الليفر كفرد باي ذا انتيريور ابدومينال وول. يبقى ثلاث حاجات، الجزء ده قسمناه كده، الجزء ده للليفر، الجزء ده كفرد باي ذا ليفر، الجزء اللي فوق وعلى الشمال الدايفرام اللي هو رقم 2، والجزء الثالث ده الانتيريور ابدومينال وول تمام. يبقى ثلاث حاجات ريليتد انتيريورلي تو ذا ستومك. طيب نشوف البوستيريور بقى. البوستيريور ده احنا رفعنا هنا الستومك، المنظر ده البوستيريور سيرفيس اوف ذا ستومك، والجزء وكل اللي ورا الستومك بسميه ستومك بيد، يفصلها عنها الليسر ساك يعني الفراغ بتاع الليسر ساك والبريتون طبعا. الصوره اللي على الشمال متكبره. طيب بالترتيب بقى من تحت لفوق، ده الترانسفيرس كولون، بعد كده ده الميزنتري بتاع الكولون اللي هسميه ميزو كولون، ترانسفيرس ميزو كولون،
نطلع نطلع فوق نلاقي ده البنكرياس يا جماعة، ده البودي أو ده بنكرياس، يبقى ثلاثة. في الصورة المكبرة دي عندنا السبلينيك فيسلز، يبقى ده فوق البنكرياس ماشي بالعرض. بعد كده جزء من الكدني باين أهو، ده الليفت كدني، والصفرة دي الجزء منها الستة سوبرارينال جلاند، وبعد كده رقم سبعة السبلين. فوق بقى خالص هيبقى جزء من الدايفرام، بسميه ليفت كراس اوف ذا دايفرام. دي الستومك بيد، وقلنا تاني يفصلها مسافة او فراغ اسمه الليسر ساك. طيب في رسمة انا جايبها لكم تاني مرسومة باليد للستومك بيد عشان نقدر نحفظها اهي. اول حاجه structures forming the stomach bed، نحفظها كده بقى، واحد من فوق لتحت بقى الكراس ليفت كراس اوف ذا diaphragm، اتنين السبلين، الجزء ده اسمه الجزء ده الكدني من ورا، جزء منها باين اهو related to the stomach، احنا طبعا شايلين الستومك. هنا السوبرارينال جلاند اللي لونها برتقاني. طيب بعد كده البنكرياس body of the pancreas، بعد كده الكولون والليفت كوليك فليكشر، الاخضر ده هو الميزنتري بتاعته او البريتون ترانسفيرس ميزوكولون، تمام. ده فوق السبلين فوق البنكرياس سوري السبلينيك ارتري، يبقى ده رقم كام؟ 8. يبقى 8 ستراكشرز، وادي الظل بتاع الاستومك مرسومه اهو على اساس ان هي فوقيهم، يعني مرسومه بالدوتد لاين، تمام. This is all eight relations of the stomach posteriorly 11، نسميها stomach bed. تمام. نيجي بعد كده بقى نتكلم عن blood supply, nerve supply, lymphatics of the stomach. The arterial supply of the stomach هي عبارة عن أول حاجة عندي هو أول واحد طالع هنا ده، دي اسمه celiac trunk اهي، وبعدين في artery طالع كده كبير ونازل على الليسر كيرفيتشر بسميه ليفت جاستريك ارتري، يبقى ده طالع مباشره من السيلياك ترانك. طيب امال الرايت جاستريك ارتري ده جاي منين؟ السيلياك ترانك مطلعه برانش اسمه كومن هيباتيك ارتري، والكومن هيباتيك ارتري مدي وان اوف ذا اتس برانشز از ذا رايت جاستريك ارتري اهو اهو، وماشي برضو على الليسر كيرفيتشر ومقابل الليفت جاستريك، وبيبقوا زي ما احنا فاكرين في الاول لما قلنا الليسر اومنتم هيبقى ماشي ما بين التو لايرز اوف ذا ليسر اومنتم. يبقى الليفت جاستريك ارتري دايركت فروم ذا سيلياك ترانك، والرايت جاستريك ارتري اللي طالع من برانش من السيلياك ترانك اسمه كومن هيباتيك ارتري، وماشيين على الليسر كيرفيتشر. طيب نيجي هنا في ارتري اسمه ليفت جاسترو ايبيبلويك، ده ماشي على الجريتر كيرفيتشر، وطبعا ماشي ما بين تو لايرز اوف ذا جريتر اومنتم. طب ملاحظين هو طالع منين؟ طالع من برانش اهو، طالع من هنا الارتري ده اسمه سبلينيك ارتري، وده برانش برضو من السيليك ترونك، يبقى ليفت جاستريك جاسترو ايبيبلويك ارتري ماشي، وبعدين مقابل الرايت جاسترو ايبيبلويك ارتري اهو عامل انستموزس معاه. طب الرايت جاسترو ايبيبلويك ده جاي منين؟ ده اصلا جاي من از وان اوف تو تيرمينال برانشز اوف ارتري اسمه ده اللي ماشي كده اسمه جاسترو ديودينال ارتري. الجاسترو ديودينال ارتري ده برانش من الكومن هيباتيك اللي هو اصلا جاي من السيلياك ترونك، يبقى 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 ليفت جاسترو ايبيبلويك فروم ذا سبلينيك فين سبلينيك ارتري، ورايت جاسترو ايبيبلويك ارتري فروم ذا جاسترو ديودينال ارتري اهو اللي هو جاي من الكومن هيباتيك. طيب ده بالنسبه للارتري، طبعا دي صوره نفس الكلام، بس في ارتري صغيره هنا هنقولها بعد كده اسمها شورت جاستريك ارتريز، دي برضو جايه من السبلينيك ارتري. يبقى احنا قلنا اسامي خمس ايه ارتريز جاي سبلاينج ذا ستومك. طيب نتكلم بقى عن الفينوس درينج اوف ذا ستومك، هتلاقي نفس الاسامي بس خلوا بالكم من الدريننج فينز بقى. The left gastric vein اللي هو برضو ماشي على greater curvature ما بين two layers of the lesser omentum اهو اهو، و ال right gastric vein draining to the portal vein اهو،
اللي مرسوم بالاصفر، اللي معمول بالاصفر ده، ده التريبيوتري رايح بقى للاصل بقى بتاعه اللي هو البورتال فين. يبقى الرايت والليفت جاستريك فينز دريننج انتو ذا بورتال فين. في هنا بقى برضو ده اسمه الليفت جاستريك بلويك برضو فين، ده دريننج لفوق كده للسبلينيك فين. طيب امال الرايت جاستريك بلويك فين ده رايح فين؟ رايح لبرانش او فين اسمه سوبيريور ميزنتريك فين. تمام. طيب ده بالنسبه للفينوس درينج. نيجي ليه الليمفاتيك درينج. طبعا في ليمفاتكس كلوز تو ذا ليسر كيرفيتشر والجريتر كيرفيتشر تو ذا كاردييك اند اند بايلوريك اند، وبعد كده بتصب في معظمها في السيلياك اللي هو بقى السكندري ليمف نودز اللي هي السيلياك ليمف نودز. يبقى جزء كبير منها بيصب في السيلياك ليمف نودز. زي ايه؟ ندي اسامي. دي ده جروب موجود على الجريتر كيرفيتشر اسمه بانكرياتيكولاينال جروب اوف ليمف نودز، سوبيريور جاسترو جروب مثلا على الليسر كيرفيتشر، سوبرا بايلوريك جروب على الليسر كيرفيتشر وقريب من البايلورس، في على الجريتر كيرفيتشر انفيريور جاستريك سب بايلوريك جروب. واتفقنا ان اغلب الليمفاتيك درينج ده بيروح للسيليات ترانك. طيب نيجي للنيرف سبلاي. هنبقى عارفين حاجتين بس، الباراسمباثيك نيرف سبلاي ده جاي من انتيريور اند بوستيريور فيجال ترانك. ادي الانتيريور ترانك بيدي برانشز للجاستريك برانشز، والبوستيريور اللي هو ماشي ورا الاستومك اهو بوستيريور فيجال ترانك بيدي جاستريك برانشز برضو من ضمن البرانشز بتاعته. طبعا هو بيدي برانشز تانية. يبقى الانتيريور اند بوستيريور فيجال ترانك سبلاينج ذا باراسمباثيك سبلاينج باراسمباثيك سبلاي تو ذا تو ذا ستومك. في بقى السمباثيك سبلاي هتبقى حاجه اسمها جريتر سبلينكينج نيرف، وده بيعمل ده بري جانجليونيك فايبرز بتعمل ريلي الاول في السيلياك جانجليون وبعد كده بتروح للاستومك برضو. يبقى ده السمباثيك سبلاي. طيب لما جينا نتكلم عن البلاد سبلاي اوف ذا ستومك واتكلمنا عن رايت جاستريك وجبنا سيره السيلياك ترانك، عايزين نشوف ايه هي السيلياك ترانك دي، مكانها فين والبرانشز بتاعتها ايه، اللي هي بتدي برانشز تو ذا ستومك، بتدي برانشز تو ذا ليفر، او هي الارتيريال سبلاي اوف ذا فور جت. دي مهمه قوي. This is the arterial supply of the four gut. من ضمنها طبعا الاستومك اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب دلوقتي انا اول حاجه في السيلياك ترانك ان هي جايه من الابدومينال اورتا. اول ما الاورتا بينزل من الاورتك اوبننج اوف ذا دايفرام بيدي الترانك القصير ده، ترانك يعني ارتري كبير كده وقصير واسمه سيلياك ترانك. ده بيبقى at the level، لازم برضو مهم ان احنا نعرف الليفل بتاعه لان انا بسأل فيه. at the level of L1 upper border of L1 ده بداية ظهور السيلياك ترانك. يبقى ده branch from the aorta one of the single branches of the abdominal aorta at the level of L1. طيب زي ما احنا شايفين في الصورة هنا بيدي 3 branches رئيسيين. اول branch left gastric اهو تطلع طلع فوق ونزل لحد ما وصل للاسوفيجاس او الكارديك اند بتاعت الاستومك، وبعد كده راح نزل على ليسر كيرفيتشر ومشي على الليسر كيرفيتشر ما بين التو لايرز اوف ذا ليسر اومنتم. وهو ماشي بقى ادى 3 برانشز هنشوفها دلوقتي. خلينا في البرانشز بتاعت السيليك ترانك الاساسيه. كده سبلينيك ارتري ده مشي هوريزونتال كده ومشي ورا الاستومك، وقلنا عليه ان هو بيمشي من ضمن الاستومك بيد لحد ما يوصل لمكان السبلين. هنا هو اصلا بيدي برانشز تو ذا سبلين وهنشوف برضو البرانشز بتاعته ايه. طيب the third branch is the common hepatic artery وده ماشي more to the right وده كبير وهيدي branches برضو. يبقى 3 main branches left gastric artery splenic artery common hepatic artery دول جايين مباشرة من السيلياك ترانك. طيب نشوف بعد كده البرانشز بتاعت كل واحد فيهم لان ده كتير مهم جدا وبنسأل فيه. جينا بعد كده معلش الكمبيوتر بس
اول عايز اخد اوريكم انا برانش، اول برانش اهو اللي هو رقم واحد انا كاتبه عليه ليفت جاستريك، ايه البرانشز بتاعته؟ طبعا اول برانش اللي هو الاسوفجيال برانشز، هو احنا اتفقنا انه بيوصل لحد فوق بيدي اسوفجيال برانشز للور بارت اوف ذا اسوفجس. طيب هو بيمشي كمان بيدي حاجه اسمها سمول جاستريك برانشز تو ذا ستومك، وبعد كده الريمينينج اوف ذا ارتري هيغذي لك الاستومك برده وهيعمل انستموزس مع الرايت جاستريك، يبقى هيمشي على الليسر كيرفيتشر ويعمل انستموز مع الليفت جاستريك. طيب ده بالنسبه للليفت جاستريك ارتري. طب نشوف السبلينك، السبلينك اللي هو ماشي بالعرض ده وماشي ورا الاستومك وتورشس وطويل، هيدي وهو ماشي هيدي بنكرياتيك لان البنكرياس تحتيه على طول، الكلام ده ورا الاستومك عشان كده راسمينه هيزي كده شويه، هيدي بنكرياتيك برانشز، برانشز كتيره جدا، وهو ماشي هيكمل لحد ما يوصل للسبلين، هيدي التيرمينال برانشز بتاعته تو ذا سبلين، وهيدي شورت جاستريك ده لفوق شويه ارتري صغيره كده تدي ناحيه الفندس والابر بارت اوف ذا ستومك تو ذا ليفت، ده اسمه شورت جاستريك برانشز. وبعد كده هيدي برانش مهم قوي للاستومك بسميه ليفت جاسترو ايبيبلويك برانش، هيمشي على الجريتر كيرفيتشر، وفي الاخر هينتهي في السبلين بسبلينك برانشز. يبقى بنكرياتيك برانشز، شورت جاستريك ارتريز، ليفت جاسترو ايبيبلويك ارتري اهو اللي ماشي على الجريتر كيرفيتشر، وسبلينك برانشز اللي هو التيرمينال برانشز اللي هي هينتهي في السبلين اللي هو مكان السبلين هنا اهو. طيب ده بالنسبه للسبلينك ارتري. نيجي بقى نتكلم عن الكومن هيباتيك، الكومن هيباتيك ده اللي هو الثيرد مين برانش اللي هو مرسوم بالاصفر هنا، معمول بالاصفر مكتوب عليه بتاع السيلياك ترانك، هيديك ثلاثه مين برانشز برضو. يعني الكومن هيباتيك ارتري يرجع يتقسم يديك برانش اسمه جاسترو ديودينال ارتري، وبرانش اسمه رايت جاستريك ارتري اللي هيمشي مع على الليسر كيرفيتشر كده وانستموز مع الليفت جاستريك، وبعد كده هيكمل بقى بعد ما يدي التو برانشز دول هيكمل لفوق وتو ذا رايت عشان يديك الكومن هيباتيك ارتري، سوري الهيباتيك ارتري بروبر، احنا مسمينا الاصفر الكبير اللي هو لسه ما جاش برانشز كومن هيباتيك ارتري. بعد كده الكومن هيباتيك ارتري ادانا جاسترو ديودنال ارتري نزل لتحت، وادانا رايت جاستريك ارتري اللي هو ماشي على الليسر كيرفيتشر، وبعد كده كمل هو باسمه هيباتيك ارتري بروبر. يبقى دول الثلاثه برانشز الرئيسيين. طب يرجع بعد كده، رجع بعد كده الكومن البرانشز بقى بتاعت البرانشز نفسها اللي هم برضو تاني الاخضر الجاسترو ديودنال ارتري، رجع بعد كده اتقسم ليه تو برانشز، واحد اسمه سوبيريور بانكرياتيكو ديودنال، وواحد اسمه رجع رايت جاسترو ايبيبلويك ارتري مشي على الجريتر كيرفيتشر هنا وقابل الليفت جاسترو ايبيبلويك ارتري. يبقى ده رايت جاسترو ايبيبلويك ماشي على الجريتر كيرفيتشر. طيب وده سوبيريور بانكرياتيكو ديودنال، ده بالنسبه للجاسترو ديودنال اللي هو برانش من الكومن هيباتيك. طيب بالنسبه بقى للهيباتيك بقى ارتري نفسه اللي هو الهيباتيك ارتري بروبر، ده هيتقسم لتو تيرمينال برانشز برضو، للرايت هيباتيك ارتري يدي الرايت لوب اوف ذا ليفر، والليفت هيباتيك ارتري يدي الليفت لوب اوف ذا ليفر، والرايت مطلع حاجه اسمها سيستيك ارتري. يبقى الاخضر ده الرئيسي البرانش الرئيسي من الكومن هيباتيك، اداك اللي هو الهيباتيك ارتري بقى بروبر، الليفت هيباتيك والرايت هيباتيك والسيستيك ارتري. ده كده اخر حاجه بالنسبه للبرانشز بتاعه السيلياك ترانك، اخر جزء في الاستومك. شكرا.